صحيح كابتن اسامه، يمكن زي ما اتكلمنا ان النادي الاهلي قدم اداء جيد جدا للماتش الاولاني ونتيجه طبعا جيده جدا. يمكن احنا كلنا قبل المباراه كنا بنقول ايه، احنا عايزين نتيجه ايجابيه، تعادل ايجابي، المهم الاهلي يجيب جول هناك. مستر موسيماني فاجئنا، فاجئنا بطريقه اللعب، فاجئنا في التشكيل ببعض اللاعبين، وفاجئنا الجراه بتاعته كانه بيلعب في استاد القاهره كويس. واتفاجئنا اكتر من ان نادي الوداد ما ظهرش بالشكل المعروف عنه، يمكن عنده اصابات، عنده غيابات كتير جدا، عنده ناس اتحطت في اماكن غير اماكنها، ولكن هل الشكل بتاع الفرقتين ده ممكن يتغير في 3 4 ايام؟ كان مفتاح الفوز في مباراه الاهلي والوداد الاولى اللي كانت في المغرب هي بدايه الاهلي. دايما البدايات في المباريات دي هي اللي بتركبك المباراه، بمعنى ان مجدي قفشة الهدف بتاعه في اول المباراه في الدقيقه 3 ده كان مفتاح تغيير المباراه كامله. صحيح. النهارده الوداد ما كانش متوقع النادي الاهلي يضغط عليه ضغط عالي. مظبوط. موسيماني لعب بالاسلوب بتاع النادي الاهلي العادي 4-2-3-1. مظبوط. بلغه الكره ما لعبش في التشكيل، ما الفش في طريقه اللعب او خطه اللعب، لا هو اسلوب النادي الاهلي. بس اللي فاجئ بيه الوداد هدف مبكر، هو ده كان مفتاح تغيير مجرى المباراه. في البدايه ادى ثقه للعيبه كبيره جدا، ادى اللعيبه حماس، اثرت على الفريق المنافس. وخلي بالك النهارده بدا يخلق مساحات في خط ظهر الوداد، برغم ان خط ظهر الوداد عنده غيابات كبيره، ظبطت اكتر في الشوط الثاني بنزول كمارة اللاعب الاساسي، لكن هدف مجدي قفشه النهارده ده كان مفتاح الفوز في النادي الاهلي. مزبوط. علشان كده النهارده مباراه الاهلي والوداد بكره ان شاء الله البدايه مهمه جدا. يعني انا عكس ان ممكن يبقى اللعيبه عندها ثقه، لا ممكن ثقه بس مع حرص طبعا. ثقة مع ان انا النهارده عارف ان انا مباراة صعبة جدا. الوداد مش جاي يبكي على حاجة. أي. الوداد النهارده 2-0 بلغة الكرة مش كتير. ايوه. لا قدر الله لو دخل فيك هدف في الشوط الأول أنت متكهرب طول المباراة، خاف يدخل فيك هدف تاني. علشان كده الفرص بكرة مهمة جدا، ان انا اركب الجيم، بمعنى ان انا اسجل الأول، لو سجلت الهدف الأول انا بكرة في مباراة الوداد خلاص انا قتلت فرقة الوداد معنويا ونفسيا في الملعب. علشان كده بداية المباراة مهمة. ما اركنش على 2-0، انا ببدا كاني ببدا مباراه من الاول. فريق الوداد بكره ممكن يهاجم النادي الاهلي، شفنا في المباراه الاولى في المغرب كان متحفظ شويه. أي. سايب لك الكوره، راجع تلت ملعب، بيديك انت بدايه الهجمه وبيضغط في نص الملعب. ممكن نشوف السيناريو ده بكره يتغير، ممكن يبقى يعمل ضغط عالي، عايز يبدا يدور على الهدف اللي يدخله تاني في اجواء المباراه تاني. علشان كده بكره زي ما احنا لعبنا المباراه الاولى كان فيها حرص وكان فيها اتزان، كان فيها تركيز من محمد هاني. محمد هاني ما كانش طاير، علي معلول اللي احنا دايما بنشوفه جناح مهاجم او هجومي على طول، لا ده كان عنده واجبات دفاعيه. مزبوط. كان عنده اتزان في الحته دي. مزبوط. واقف اجاييه. علشان كده دور الاطراف بكره مهم جدا، خاصه ان فريق الوداد مميز في حته الاطراف دي عن طريق اوكو وعن طريق زي ما كان شيف قال اسماعيل حداد. فالنهارده لازم برده كان انا ببدا مباراه من الاول وجديد.